السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا اتعلمت الريفت واتعلمت الأوتوكاد، إيه المفروض أتعلمه بعد كده عشان أكون يعني فاهم بيم بشكل أكتر؟ طيب بشرط تعلم برنامج، ممكن تتعلم إيه هو البيم نفسه، إيه أهم العناصر بتاعته، إيه استخداماته، إيه المصطلحات بتاعته، إيه الأكواد اللي إحنا المفروض إن إحنا نشتغل بيها، إيه الوظائف الموجودة في مجال البيم. ممكن من خلال الاستخدامات تحس إن في استخدام معين أنت مهتم بيه اكتر فتركز عليه وتبدا ان انت تتعلمه بشكل افضل وهكذا. في كورس موجود على بيم اريبيا اسمه جاست بيم ات، جاست بيم ات بيشرح فكره ايه هو البيم وايه هو استخداماته وممكن تسمعه كله من غير ما يكون قدام الكمبيوتر، انت بتفهم الفكره تمام. غير كورسات تانية موجوده على بيم اريبيا بيشرح لك برنامج الريفت، بيشرح برنامج نفسه اوركسترينج كرو وهكذا. جاست بيم ات مش بيشرح برامج بس، بيشرح ايه هي فكرة البيم وايه هي فلسفة البيم وازاي احنا هنستفاد منها. مش شرط ان انت تعلم برامج كتير، ممكن واحد عارف برنامج او اتنين لكن بيستخدمه صح فيتفوق على ناس عارفة 500 برنامج لكن لما تقول له اعمل لي حاجة تلاقيه تايه مش عارف يعمل ايه تمام. فسيبك من كتر البرامج لكن ركز ان انت تبقى فاهم المطلوب منك وتقدر ان انت تأديه بشكل كويس.